موقع أنا السلفي. مقتل طالبة المنصورة بلا شك أن هذا أمر مؤلم بلا شك، يعني نسأل الله العافية، وقد تألم أهلها، ولكن نقول أن ما جرى للشباب بسبب اتباع الشهوات ووجود الشهوات المفتوحة حتى يتعلق يعني قلب مريض بهذه الدرجة إلى أن يقول إذا لم تكن لي فسأقتلها. أنت بتحبهاش، بيقول لك ده بيحب التراب اللي بتمشي عليه كذاب، ما أنت لو كنت بتحبها ما كنتش قتلتها، ده حبك لنفسك، حب شهوتك المحرمة. وبعدين هما أبوك ورفضوك، خلاص لماذا تعلق قلبك بذلك؟ نعوذ بالله، هو يستحق القتل بلا تردد، يعني قتل عمد، رجل عاقل قتله العشق المحرم، قتل قلبه قبل أن يقتل هذه المرأة. ونصيحة لكل فتاة يعني في بلاد المسلمين، أن الحجاب وخاصة النقاب سبب للتعفف عنهن، سبب لانصراف الناس يعني الفسدة عنهن. أنا ما عرضش حاجة يعني مرغوب فيها للدبان، غطيها عشان الدبان ما يقعش عليه. فنسأل الله عز وجل أن يهدي بنات المسلمين. لا طبعا، هي ترحم، يصح الترحم عليها، كونها يعني كانت غير متحجبة فهذا إثم، ولكنها ما قتلت مظلومة ومسلمة في النهاية، يعني فهذا الأمر يعني لا يعني ان احنا ما نترحمش عليها، بل نترحم عليها ونعزي أهلها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها بما أصابها من الألم وما أصاب أهلها من البلاء. كثرة وقوع الجرائم من قتل النفس وهو أشد من قتل الغير، كل هذا وكذا دهس الآخرين، الأحوال دي. وللحاجة العجيبة إن هم إيه أحوالهم الاقتصادية تبقى إيه، تبقى كويسة، لكن تعلق الإنسان بالدنيا وضرر الأفلام والمسلسلات القذرة اللي بتخليهم يتعلموا البلطجة، يعني الحصاد المر لما يعرض على وسائل الإفساد خلال شهر رمضان وما قبله وما بعده من تمجيد البلطجة. والكلام بعينه كان لواحد ممثل معروف بيقول لك محدش يقرب لحبيبتي، واللي هيقرب لها هذبحه، لو هي كانت لغيري هذبحها. ما يبقى انتم بتقرروا هذا الكلام والعياذ بالله. الكلام ده الناس شافته في المسلسلات.